السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت جات لك فرصة للشغل في أي دولة، مش عارف تكلفة دي، يعني انت ممكن تتفق مثلا على مرتب 100 ألف، لكن تروح تلاقي ان تكلفة المعيشة في الدولة دي غالية وانت بتصرف 200 ألف، فانت لازم تعمل دراسة قبل ما تسافر. فمثلا ده موقع نام بيو، تقدر تحدد أي دولة، هو يبدأ يقول لك معلومات. ممكن تكتب اسم الدولة هنا أو تدوس من هنا كده على الدولة، فهو يبدأ يجيب لك معلومات عليها. تمام، ممكن مثلا اختار هنا القاهرة، هو جايب لي القاهرة واسكندرية، فانت ممكن تختار مثلا القاهرة وتشوف. ليه اخترت القاهرة؟ لأن أغلبنا يعني عارف أسعار القاهرة فيقدر يقارن. فهنا بيقول لك مثلا الوجبة ممكن تكلف 80 جنيه، كلام منطقي يعني، الأسعار هنا منطقية. تمام، لو أنت عايش هتلاقي مثلا الماركتس هتصرف مثلا 34% على الماركتس، وتكلفة إن أنت تروح للشيخ زايد قد إيه المسافات. فهو موقع جميل، جايب لك أسعار أغلب الحاجات. لو أنت عايز تلعب سبورتس، لو أنت عايز تعرف الانتقالات، لو أنت عايز تشتري حاجات، ممكن ترجع بقى تختار دولة انت بقى متعرفهاش بعد ما اتأكدت ان المعلومات سليمة في الموقع، قياسا على دولة انت عارفها. فتختار مثلا قطر مثلا، فتبدأ تشوف الأسعار. ممكن تختار دول في أوروبا، في أمريكا، زي ما انت عايز. هو بيقول لك هنا اعمل تسجيل مجاني. تمام، فبتبدأ تشوف الأسعار اللي موجودة. عشان لما تسافر تبقى على بينة من أمريكا. بيقول لك كوست اوف ليفينج ضحى من أكتر البلاد المكلفة حسب الإحصائية، نيويورك، سيدني، لندن. بيقول لك دلهي في الهند رخيصة بس المرتبات قليلة. وهنا دي بقى ترتيب الحروف، فممكن انت تروح بقى تشوف افغانستان مثلا وتبدأ تشوف رينج الاسعار، اعتقد انها رخيصة.